اي الحين. سلام الله عليكم. اقول كيف تطبخين هذا اللي قلتي عنه في البرنامج؟ اي عصير ليمون. اي عصير ليمون. اي ليمون. حط الليمون بالبحر. اي ما في فول. بلا فول. بلا فول. تحط الفول بالليمون. اي شنو؟ اللي يقول شنو هذا؟ هلا والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. محضرهم محضرهم. إي والله. حط في الكوسة. حط الماي. حتى شد النار ماي. انزل ماي. بيضه وان بيضه وان بيضه وان. اي بيضه وان. حط الاكثر بيضه وان. بيضه وان كمان يا اخي. والله مقفرين البيض الحين ما ادري شو كمان بيضه يا اخي. شنو ها شنو شنو بيضه هذا؟ كسرنا البيض حطينا البيض حطينا الليمون وبلا فول بلا اكل هوا. اي والله شنو كمان قولي؟ تفيو تفيها يا اخي تفيو. اي شنو هذه؟ وبعدين احرج احرج والله تفركها تتخمر هيك. بالله تقولي لي كيف؟ حسرم حسرم حسرم. كوسا شنو ما ادري. اي هي هيك. شد الماي. شد ورن يلا يا اخي شد ورن. بيضه وان كمان كمان بيضه وان. اي بيضه وان بيضة وان. حطلها كمان هذه تقولون بيضة كثير يا أخي. بيضة وان بيضة وان ولي يا أخي. بيضة وان كم 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 بيضة؟ بيضة وان يعني بيضة وان بيضة وان بيضة. يبقى سبع بيضات. سبع بيضات يا أخي. ذوبل ذوبل يا أخي ذوبل. جيب المقرني كلها المقرني هون وخذ البيض ويلا يلا. اي شنو؟ شد ورن يا اخي. شد هيك رن. اي كمان بيضه وان. شنو هذا؟ كمان بيضه وان يا اخي. خلصنا بقى ناكل. ناكل والله. والله الاجانب ياكلون اكل طيب. بيضه وان.